صحيح. فرحانة أنت أو سعيدة اليوم باللي وصلتي له؟ الحمد لله الحمد لله. مش مقنعة الإجابة، حسيتها. شوفي، الإنسان الناجح ما عندهاش حد معين وما عندهاش ليمت معين وما فيش كلمة أصل. مبسوطة باللي وصلتنا، نتمنى نوصل أكثر ونتمنى ننجح أكثر. التعليقات السلبية اللي واجهتك، أو خصوصاً خليني نقول لك الهجمة اللي صارت عليك مؤخراً بعد عرض برنامج وعد شو، أثرت فيك نفسياً ولا لا؟ إيه أثرت في، علاش؟ لأن قصدي في النهاية أنا بنت وإنسانة موهوبة وإنسانة عندي ما نقدم وإنسانة عندي ما نعطي، فأنا كنت متوقعة من 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 أولاد بلادي، من الفنانين بالذات، في فنانين راهو كبار، في الفنان لي تاريخ واسمه، يعني حتى لو طالع تنتقد في، مهما كنت نكون أنا مازال ما عنديش ولا أي شيء في الفن، أنا مازال صغيرة في الفن، فطبعا أنا ضايقة هنا. شوفي، بالنسبة للتعليق الناس، الانتقاد أنا نتقبل فيه وما يأثرش فيا. أمتى أنا فعليا نور الشيبان تتأثر؟ لما يكون في هجوم يمس عيلتي، يمسني أنا، هجوم على ضد نور الشيبان شخصيا، مش إنه على فكرة في ناس مش قاعدة تهجم على وعد شو، قاعدة في ناس تهجم على نور الشيباني، في ناس تحس إنه مستقصدين نور الشيباني، مش موضوعهم وعد شو ولا موضوعهم المواضيع، إنها نور الشيباني حصلنا فيها فرصة، خلاص يلا وقتها ونطلع ننتقدوها ونجيبوا فيها العيد. شخصيتك المستفزة متصنعة ولا هذه طبعك؟ هذا طبعك هذا يعني. أنت شو رأيك؟ أنت قولي هو. خلصنا إجابتك أنت وش أنا نقول لك؟ هي شخصيتي مش مستفزة، أو يمكن تكون مستفزة، ولكن كونوا على ثقة إني أنا ما نقصدش نستفز أي بني آدم، وأنت عارفة على فكرة. زي ما قلت لك، هذه مشكلتي اللي هنا هنا. حتى مثلا نشوفك مثلا اليوم ما عجبتنيش فيك حاجة، ما نعرفش نقولها في قلبي، مثلا اليوم مثلا لبستك مش حلوة، خليك لبسك مش حلو لبسك، ما نقولش فيها بطغينة ولا بكره ولا لا، نقول فيها هيك عادية يعني. عفوية. عفويا، والله أصلا عفويتي وطيبتي اللي نعاني منهم هلبا. على فكرة داروا ميمس، قالوا لما تسأل البنت اللي بيا أنت شو أحلى صفة فيك، تقول لك طيبتك. أنا فعليا طيبة، والله والله العظيم طيبة، القلب صافي والنية طيبة. طيب،